يقول لما قدم محمد منتصر فاتح معه جيش عرمرم، يقول ونظرت إليه وأبو سفيان يقف على الجبل، فإذا بأبي سفيان يقول والله لو دخل محمد شبرا لقطعته بسيفي هذين. والرسول يدخل يقول للصحابة لا يتكلم منكم أحد ولا تحدثوا فيهم شيئا، اتركوا الأمر لله ولرسوله. والصحابة سكوت، وأبو سفيان ماسك السيفين وتحداك يا محمد تدخل. فلما أقبل الرسول أبو سفيان ماسك سيفين وراه جيش. قال النبي الحكمة والعقل وبعد النظر، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، يقصد قريش، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان ماسك سيوف، الرسول يقول يدخل بيتك ترى ما راح نقول له شيء. فاستحى وأنزل سيفيه، فقام سراقة والتفت للحوار بين اثنين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص أيقن أنه صاحب قوة.